الخطره حلوه من هشام ناحيه شمال لوحده، لكن يلعبها لسعيد، عايز يلعب سعيد مراد وجول جول جول جول. حلوه حلوه حلوه، ادي اللعب الجماعي اتلعبت 10 على 10، ومحمود صلاح بالتخصص بيسجل، سجل في النصر وسجل في الدقيقه 14 من عمر الشوط الاول. الاسيوطي اخطر، الاسيوطي اجمل، الاسيوطي بيتقدم بالهدف الاول لمحمود صلاح في الدقيقه 14 عشان يتساوى مع محمد عنتر. نفس كورة محمد عنتر، لكن فرقت ايه؟ ان لعبه جماعي. بصوا كم لمسة، هشام نيمار يلعب الكورة الامامية، او هشام رمضان كمل الكورة، كمل الكورة يا راجل. عايزين